يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر. والله ما سمعتك. يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله؟ أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر. والله ما سمعتك. يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر. هيا نضحكوا كامل. هي وصلوا هذه. تكلمت مع الإخوان في المكتب السياسي، هضرنا عليها هذه يومين والله العظيم. Ha ha ha.